نزار رجراجي تخطف الأنظار في آخر دور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبإطلالة عصرية شبابية، حيث ظهرت نزار رجراجي أكثر شبابا وأصغر سنا عندما اعتمدت على لوك مختلف مع شعر منسدل ومكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، حيث علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير على شكل نزار رجراجي قائلين خلتي نزار زيانت. هذا وقد أثار جمال والدة نجم البوب المغربي العالمي سعد المجرد تساؤلات حول خضوعها لعملية التجميل، أم هي فقط قامت بحقن البوتوكس؟ فما رأيكم بإطلالتها؟ أتمنى نرى تعليقاتكم تحت الوصف.